اسالك على حاجه بين قوسين الناس بتقولها طول الوقت، انه طول الوقت طول ما الاهلي بيكسب او بيتقدم او بيوصل في بطوله او بيحقق انجاز يقول لك الاهلي الحظ دايما بيخدمه، الاهلي بيكسب بالحظ. تسمع انت الجمله دي كتير اكيد وطول الوقت بتعدي، الاهلي محظوظ، ما هو لما كان قطر الطائر كان جابها ما كانش الاهلي وصل للمرحله دي، ما كنتش قلت ان الاهلي عظيم والاهلي كبير والكلام ده. رايك ايه في الجمله دي؟ لا طبعا ما فيش بطل ياخد كم البطولات دي بالحظ ولا نادي الدولة ولا نادي النظام ولا نادي مش عارف ايه. لا ده كلام مش حقيقي، كلام يعني. بص، احنا شعوب الحقيقة يعني، برضو الرياضة دي حاجة جميلة جدا، وجزء من جمال الرياضة انك تبقى عارف قيمة المنافس، قيمة البطل. جوارديولا طلع من يومين اتكلم قال ارسنال، ولولا ارسنال وارتيتا ومش عارف ايه الناس دي خلتنا نلعب كوره احسن ونتطور، والمنافسه اللي معاه هي اللي علمتنا وخلتنا نطور من نفسنا. طالع يشكر في الفريق اللي انتزع منه، اللي هو يعني الناس كانت بتقول على ارسنال ده فيل طلع الشجره ومحدش عارف هو طلع ازاي وهيقع، لان الفيل مش ممكن يطلع شجره. ايوه فهيقع 100%. وقع فعلا. بس ايه المنافسه اللي كانت بين مانشستر سيتي وارسنال بيب جوارديولا قال انها فادتني. طبعا فادته، احترام المنافس. شوف الكلام. ماشي، قال لك اصل انا كنت واثق ان احنا هنكسرهم الكلام ده. البليد غالبا بيدور على حاجه يعني ينسب ليها نجاح الاخر يعني. الاهلي مش ممكن ياخد 130 بطوله في دوري وكاس ومش عارف. طب ملاش يعني الاهلي يعني ما اعتقدش انه عدى سنه من غير ما ياخد بطوله. صحيح. بطوله من البطولات يعني. صحيح. يعني مثلا يعني بيخسر دوري مش عارف ايه، في كاس، في كاس، سوبر، في دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال وهكذا يعني. صحيح. بعدين واخد الدوري 9 مرات ورا بعض، 7 مرات ورا بعض، 4 مرات ورا بعض، 3 مرات ورا بعض، هو كل ده حظ يعني. ايوه صعب. لا طبعا يعني. صعب. وده مش حقيقي يعني. وانا ما بق... انا مش بقول كده عشان يعني انا بشجع الاهلي او لا، انا بقول اللي حصل، بقرر واقع، بقرا لكم المشهد يعني، بقرا لكم الارقام يعني، حتى بقرا لكم يعني الارقام عامله ازاي يعني. مثلا ما بقولش من عندي الاهلي خد البطوله 9 مرات ورا بعض. اول ما الدوري اتعمل هو خدهم ولا خد ما خدهمش؟ خدهم. اخد 7 بطولات ورا بعض برضو بعد كده. اخدهم ولا ما خدهمش؟ صحيح. ده مش معناه يعني، انا بقول تاريخ يعني، حاجات حصلت، ارقام ويعني هي دي الحقيقه يعني. صح.